بعد سقوط الخلافة العثمانية، البريطانيين استلموا كل شؤون العراق ونقضوا عهدهم للدول العربية بتأسيس دول وطنية مستقلة. لكن البريطانيين كانوا يواجهون عقبة كبيرة في العراق، وهي أن الشعب ما كان يقبل يخضع لحكم دولة أجنبية. وأثبت هذا الموضوع من خلال انتفاضة ضد الجيش البريطاني المحتل. مطلب الشعب العراقي كان واضح جداً، نريد بلد مستقل. بريطانيا كانت تعرف إذا أنطت الحكم للنخب العراقية والطاقات الشبابية ما راح تقدر تحافظ على مصالحها بالعراق، ولهذا كانت تبحث عن شخص قريب إلها أكثر من قربة للشعب العراقي. أسماء كثيرة انطرحت للجلوس على عرش العراق، أما البريطانيين فخيارهم كان فيصل الأول ابن الشريف حسين أمير الحجاز آنذاك. تم الاتفاق على إجراء استفتاء شعبي يطرح به سؤال واحد: هل تقبل بفيصل ملكا وزعيما للعراق؟ نتيجة الاستفتاء طلعت مثل ما كان يريد البريطانيين. فيصل بعد استلام الحكم كان يحمل في نفس النقيضين، النزعة الوطنية من جهة وموالاة النفوذ البريطاني من جهة ثانية. فيصل اللي كان يريد يبني أمة عراقية متماسكة حتى تقدر تواجه التحديات، خلى الأسد والحصان اللي يرمزاً للقدرة والقوة في الشعار الوطني للدولة العراقية. لكن الوضع في الواقع كان مختلف بسبب التحديات الكبيرة اللي كانت تواجهها البلاد، ولهذا السبب الشعب في مختلف المحافظات بين فترة وأخرى كان يتمرد على النظام للتعبير عن رفضه للفقر والبطالة وشحة المواد الغذائية وغياب العدالة. فيصل من أجل أن يثبت جدارته للشعب طلب من البريطانيين أن يمنحون العراق استقلاله ولو في الظاهر، ولهذا في عام 1922 تم التوقيع على المعاهدة العراقية البريطانية، والبريطانيين تعهدوا أن يقلصون من سلطتهم بالعراق. في نهاية المطاف بلدنا استقل في عام 1932 بعد أن وقعت الدول الكبرى عقودها النفطية مع العراق. لكن فيصل ما عاش بعدها فترة طويلة، وتوفى بسويسرا بطريقة مريبة أثناء فحوصات طبية. ربما أهم درس تعلم الشعب العراقي من حكم الملك فيصل الأول على الرغم من درايته السياسية والعسكرية هو أن القادة المستوردين ما ينفعون العراق، وواجبنا الوطني حتم علينا أن نعتمد على كفاءاتنا الوطنية في بلد عظيم مثل بلدنا.